بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة الخميس 21/10/2021 يا جماعة، من داخل سوق أبوير وبالأخص من سوق الغنم والماعز. هنخش نشوف لكم الأسعار كده يا جماعة، بس تدعمونا بلايك للفيديو كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والناس اللي داخلة جديدة يا جماعة تخش تشترك في القناة، عايزين نكبر القناة كده يعني بفضلكم طبعا في الأول وفي الآخر. يعني هنخش نشوف لكم الأسعار الغنم والماعز، خلوكم معانا يا جماعة. ده اللي معانا جدي في الأول؟ ده اللي معانا جدي في الأول. بيشتروا إيه؟ 18.5. 18.5؟ سلام. 8.5. 8.5؟ أيوة كده راي، أنا خلعت والله. 8.5. صلى على النبي، بارك الله. وين معانا هناك يا بيه؟ عند ده. إيه أخبارك يا حاج؟ يا عم انت بص بحق ومزنوق. لا والله لسه عايشين. مزنوق يا ولد غالي وغالي ما تقعش على نار فين. حل ان شاء الله، مزنوق ليه حل. مزنوق ليه حل. يا عم درس الحلقه المشهوره اللي يخرب بيتك. اشتريت معاه ب 8.5؟ ايوه. الصلاة على النبي، اعمل له كام كيلو ده على الكلام ده؟ ده يعمل له 7.5. 7؟ الصلاة على النبي. هيا هيا. يا عم ماشي بحط حقك. هذه كده يا ماما بتطلع. يا عم انت كنت بدك معاك. اجيبه بجنيه، ابيع بجنيه ما ينفع. الله يجزاك تبارك الله. لما صراحة يعني الأكثر يعني من 7 سنين. أنا أحب حضرة. وعنده مبلغ. جيب له 10. جيب له 9 مرتاح. لا يا عمدة اشتروا معاك فيه ده؟ اشتروا معاك فيه جديدة؟ الله يوسع عليك، منورين يا خال والله منورين. اتفصل ده ولا ايه؟ اتفصل يا حاج؟ اتفصل والله لسه جايبينه من البيت. جدي هو؟ نعم جدي معلوم جايبينه من البيت. حد فصل ولا؟ لا لسه ما حد فصل. صلى على النبي، ربنا يرزق يا حاج. امين يا رب. ايه معانا هنا بالصلاة على النبي يا خالد؟ الله يمعك. انا عندي عشر بالصلاة على النبي. عشر كبيرة صغير دي؟ كبيرة عظم. الصلاة على النبي، هذه يا جماعة هذه معانا نعجة عشر كبير. تمام يا خالد. فصلت ولا معاك؟ 14.5 مشترينها دلوقتي. مشتريها دلوقتي. 1450 يا جماعة نعجة عشر تبارك الله. وين معانا ثاني؟ هذه النعجة دي عشر ولا لحم؟ دي لحم. بتة لحم. بتة دي اللي معاها؟ الصلاة على النبي. ايه فلوسهم؟ 35 بالحلال. 35 بالحلال يا جماعه تبارك الله. الاثنين لحمه ولا بيتها فيها عشر؟ الصلاه على النبي تبارك الله. وهنا معنا خرفان؟ اخرهم ب 23. هذا 2300 يا جماعه تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. لباني طبعا دي. تمام يا حاج. والثاني الابيض دي؟ تمام. الرميسه دي ولا النعجه اللي تبعك؟ تسعة في عشر ولا لحم؟ لا صلاة قانا تبارك الله. قلت لي 9.5 صح؟ 9 واصلة 9. واصلة 9 وده 23. والرميسة بيتها 35. و14.5. تعب بتسيب رقم تليفون؟ ماشي يا حاج. كم رقم اخر؟ 011 59 81 81 60 46 كبومبو العلوانه باشا؟ كيوجا. كيوجا احسن ناس كيوجا يا عم، متشكرين يا حي. منوره باشا، اخذته انا صورته دي. منوره معلم. وصل 8.5 اخره؟ الله يوسع عليك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هذا يا جماعه هاي خليط تبارك الله. فيها عشر ولا لحم دي ولا ايه؟ فيها عشر صغير. فيها عشر صغير، الله يوسع عليك، الله يوسع عليك. تمام. طب ايه وصل الدية؟ والله وصل 7. 7 تبارك الله. في عشر صغير ها؟ ايه سنها؟ سادة. سادة؟ الله يوسع عليك يا خالد، متشكرين يا خالد. السلام على النبي تبارك الله. تبارك الله. تبارك الله. ايه معانا هنا كبير؟ نعجة والدة دي؟ تحتيها انتايا؟ الصلاة على النبي. ايه الفلوس؟ ولا اتفصلت كم؟ 25. الصلاة على النبي تبارك الله. ودي معزة وبتها ولا ايه؟ بتها. كم توصلوا دول؟ 800 هي وبتها؟ الصلاة على النبي. يا جماعة
بسم الله ما شاء الله تبارك الله. احمد ابو سيد. الله يوسع عليك. لا عشان الشمس بس وراي. والمعلم محمد ابو عود. اهلا وسهلا منورين معلمين والله. والمعلم محمد والمعلم ابو سيد. منورين عمد والله. ايه معانا هنا كبير؟ معانا نعي عشار. نعي عشار. عشر كام بيه؟ بعشر اربع شهور. اربع شهور. ونعي ساد دورة خروف. نعي ساد. ومسين صغيرين. ده ولدها؟ ده ولدها. تبارك الله يا جماعة. ملينا بقى ايه اتفصل ولا ايه عليهم؟ والله لسه افصال شغال يا خالد. تمام يعني دي العشر دي وصلت كام؟ دي المكان دي 22 تبارك الله. هي وبنتها ما اتفصلوش دي؟ هي وولدها؟ لا لسه. تبارك الله ودول اللي هنا؟ ودول لسه برضه. جايين من البيت هم؟ جايين من البيت هذول. الله يوسع عليك بارك الله فيك. اما يا جماعه في حياة بتبقى جايه من البيت بتبقى لسه ما اتفصلت يعني. ماشي خلاص هنزل يا هذه الحكاية هذا حجيب عاد 320 فوت 320 بشتري فيها عليك ورايل بيقول لك يوسف في الحرم بس ايش 500 دي النعجة دي عشر ولا ايه؟ لا النعجة دي لحم. دي لحم دي فلوسها دي ايه عليها؟ فلوسها هذه هي 18 18800 تمام. وين معانا هنا الماعز؟ ومعانا الصخلة الصغيرة دي. الصخلة الصغيرة دي. جنسها دي حساني. دي حساني تبارك الله. 400 دي ب 400 تمام. دي عشرة. دي عشرة؟ باين عليها عشرة كبير دي. بارك فيك الله. ها؟ عشرة كبير باين عليها. ايه سنها على كده؟ 600 جنيه. ايه سنها؟ كسر جوز. كسر جوز تبارك الله. تبارك الله. أربعة ونص دي أربعة ونص بسم الله ما شاء الله واللي هناك دي عشر ولا لحم؟ فاضي لحم دي بقى ايه فلوسها؟ مفصولة ب 700 جنيه 700 جنيه تمام والبيضة البيضة اللي هنا دي البيضة دي 500 واللي جنبيها؟ واللي جنبيها 500 زي بعض الكيلو 500 تبارك الله كم رقمك يا كبير؟ 011 011 24 24 38 38 4-8 5-3 اسم الكريم من كابومبا احسن ناس اخي الله يوسع عليك هذا يا جماعه اسعار الماعز والغنم تبارك الله بسم الله ما شاء الله سوق ابوير تبارك الله عليه وعلى اسعاره دي نعجة ايه سنة دي؟ مع الفرادي مع الفرادي عشر ولا لحم؟ لا بيقولوا في عشر صغيرة صغيرة فصل ولا عليها؟ فصل عليها ايه؟ عليها 14 عليها 14 1400 فصل تبارك الله ايه؟ فصل فصل وهي توفت قبل كذا 8 ونص 8 ونص ما تعجب الطالبه ايوه يا بطلات اخر حق قبل الاذان والله ان 10 مبيع 10 بقول لك انا 10 خلاص جيب 8 ونص الله يسلمك جربت لك ثلاثه 10 كم انت قلت تبريد 24 عيلها يا اخي؟ لا هي من غير عيلها. 24 من غير عيلها عليك. دي نعجه تحتيها اثنين النعجه دي؟ ان شاء الله. ايه عليها ولا اتفصلت؟ لسه ما اتفصلتش. ما عليهاش حاجه؟ السلام عليكم. هذه دي نعجه جايه من البيت تحتيها اثنين يا جماعه. والماعز ده لسه برضه؟ دول جايين برضه من البيت يا جماعه في حياة بتبقى جايه من البيت زي ما حضراتكم فاهمين يعني. ما بيبقاش عليها فلوس بيستنوا طبعا احنا لسه بدري دلوقتي يعني الساعه دلوقتي دوب 6 وربع فلسه ما حدش فصل فيهم دي مع زوال ده اول حاجه صل على النبي مع زوال ده كان ربع سنات اربع سنات تبارك الله سخله وجد ها ايه الفلوس ولا ايه عليها ولا يتفصل البيع والشراء فيها ب 1000 البيع والشراء تبارك الله ما شاء الله هذه يا جماعه معز تحتيها اثنين لسه والده دي اليومين والده يومين دي والرميسه دي ولا نعجه دي؟ رميسه تبارك الله ايه الفلوس؟ بيشتروا فيها ب 12 ونص 12 و 12 ونص لبانه سنها رميسه والجدي ده يا خال والله الجدي ديال الثلاثه مع بعض الثلاثه مع بعض 36 هذه يا جماعه ثلاث جديان مع بعضهم بيشتروا فيهم 3600 جنيه سنهم كلهم لباني ولا في حد؟ كله لباني تبارك الله حي الصلاة على النبي هذه ثلاث جديان يا جماعة ثلاثة لحم يعني تبارك الله وفيهم يعني طلوقة برضه فيهم طلوقة تبارك الله المعزة دي أخا
عند زوال تحت منها سخلة. تحتها تحتها سخلة. تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. دي لوحديها؟ لا جدي محل. ايه فلوس ده حق؟ ده بيشتروا فيه ب 420. 420 والمعزه هي و... والمعزه هي وبنتها بيشتروا فيهم ب 8. ب 8 800 جنيه. تبارك الله. هذه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. زيرو 3 وحايد؟ 9 3 9 2 9 2 3 8 3 8 9 8 9 8 1 اسم الكريم علي أحمد. ماشي عم علي تبارك الله. هذا يا جماعة زي ما وريناكم معنا ثلاث جيديان هنا، فيهم لحم وفيهم طلوقة، يعني الاثنين يمشوا لحم وطلوقة، ومعزة والدة تحتها اثنين ومعزة تحتها واحد ورميسة جد صغيرة. تبارك الله. السلام عليكم.